أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة وفيها. تصعيد هو الأعنف، حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلي ب180 صاروخا ومسيرة. جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة تواجه تعقيدات. غانتس يقول إن نتنياهو منع التوصل إلى صفقة تبادل لدوافع سياسية. وعودة ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى الواجهة في العراق وإشكاليات التنفيذ العقبة الأبرز. تصعيد هو الأعنف تشهده الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة، وصف بأنه أكبر هجوم لحزب الله اللبناني ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي. وفق المعطيات فقد أطلق حزب الله نحو 180 صاروخا وطائرة مسيرة ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وصل عددها لتسعة أهداف، كما أصابت مناطق في الشمال المحتل تسببت بإشعال حرائق كبيرة. إحصائيات الهجوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي تقول إنه تم رصد 40 قذيفة صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان تجاه الجليل وحدها، وهي المنطقة التي كانت أشد تأثراً بالاستهداف واشتعال النيران. على ضوء تلك المجريات والأحداث تخرج هيئة البث الإسرائيلية بالإعلان عن اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة التصعيد في الجبهة الشمالية. ووفق المؤشرات القادمة من الداخل الإسرائيلي فإن الرد قيد الدراسة الأمر الذي ينذر باشتعال الجبهة لمستوى أعلى. أما عن الأسباب وإلقاء المسؤوليات فيخرج المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بتوجيه الاتهام مباشرة لحزب الله وإيران، إضافة إلى الحكومة اللبنانية بالوقوف وراء تزايد منسوب العنف على الجبهة. للمزيد راح بضيوفي من بيروت مدير مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات عباس ظاهر، من حيفا الباحث في الشأن الإسرائيلي أمير مخول. أهلا بكم أستاذ عباس. من بيروت سأبدأ معك، بحسب أحدث الأنباء هناك موجة ثانية من الهجمات المسيرات تجاه مناطق عسكرية إسرائيلية، ماذا يفهم من ذلك؟ هل عملية الرد من قبل حزب الله لم تنتهي بعد؟ ما يقوم به حزب الله كما هو واضح هي عملية ردعية بالدرجة الأولى، خصوصا أن الإسرائيليين كانوا أقدموا على اعتداءات بحق اللبنانيين، حق السيادة اللبنانية، وسعوا الاعتداءات. شعر حزب الله كما نلاحظ أن قياداته في الداخل اللبناني المسؤولين الميدانيين العسكريين يستهدفون واحدا تلو الآخر، وبالتالي رفع من وتيرة الاستهدافات للمراكز الإسرائيلية للردع بالدرجة الأولى، ومن ثم لإيصال رسالة بالدرجة الثانية أن أي توسيع أو أي تهور إسرائيلي سيقابل بهذه العمليات الموسعة، وهناك القدرة لدى لبنان على استهداف المراكز الإسرائيلية بهذا النوع نحو. إذ إنها مسألة الرسائل أيضا التي تسبق أي مفاوضات محتملة بعد وقف حرب غزة. نحن في هذا الإطار في هذه المساحة ربما يكون هناك اشتداد أكثر في الأيام المقبلة ريثما تتضح الأمور، ولكن دون الحرب كل ما يجري اليوم من سخونة هي دون الحرب الآن وغدا. لا مصلحة
لا للبنان ولا للإسرائيليين اليوم بالدخول بحرب واسعة مفتوحة شاملة بعيدا عن إطار المواجهات التي تجري. طيب أستاذ أمير من حيفا، ما هو النقاش الذي يدور في إسرائيل سياسيا وكذلك على المستوى الأمني حول التصعيد الذي وصف بأنه غير مسبوق على الجبهات الشمالية، وهناك اجتماع الليلة لحكومة الحرب المصغرة لمناقشة هذا التصعيد، برأيك ما هو المتوقع؟ المتوقع هو أن لا تذهب الأمور باتجاه الحرب ولا تصل إلى سقف الحرب المفتوحة أو الشاملة. إسرائيل ليست في هذا المكان مستنزفة إلى حد كبير من الحرب على غزة التي طالت 8 أشهر، وأيضا هناك نوع من الإرهاق لدى الجنود، لدى في مفهوم التجنب وتجنيد الاحتياط وغيره، وأيضا في المفهوم البشري، في المفهوم الاقتصادي، وفي المفهوم المعنوي. الحرب في غزة باتت ورطة استراتيجية، لكن واضح أنه تتسع الحلقة التي تقول في المؤسسة الإسرائيلية أنه مربط الفرس، إذا بنستعمل التعبير، للحرب في لبنان، للمواجهة في لبنان، هي الوضع في غزة. إذا كانت هناك صفقة في غزة سوف تهدأ لبنان، وكما قال الرئيس بايدن والموقف الأمريكي الواضح من مطبقات استراتيجية أمريكية إنه الأولوية، إنه الحل الصراع مع حزب الله هو حل دبلوماسي وليس عسكري. أعتقد إنه اليوم معظم التقديرات تقول إنه إسرائيل غير جاهزة حالياً، يعني غير ليست بعجلة من أمرها، وإنه النقاش هو هل تكون هناك رد أعنف. هناك من يعني رأي يقول إنه هناك حزب الله يرد على الضغط الإسرائيلي عليه، ولذلك الأمور لحد الآن لا زالت كما تفضل الأخ ضمن الضبط الاستراتيجي، لكن تتحول من جبهة ردع أو معادلة ردع إلى أكثر معادلة رعب بين الطرفين. طيب اليوم أستاذ عباس، زيادة أو الحديث عن زيادة العمليات كما ونوعا، هل هذا يعني أن الجبهة ستكون أمام مرحلة جديدة من العمليات تتجاوز السقوف السابقة؟ بالنسبة إلى السقوف طبعا تتغير بين فترة وفترة، لم نعد نتحدث عن قواعد اشتباك كانت موجودة منذ 9 أشهر تقريبا، لأنها اختلطت هذه القواعد بفعل توسيع المساحات ولكن ضمن الأهداف المنتقات إذا جاز التعبير. يعني اليوم الإسرائيلي يستهدف لبنان، ولكن بالدرجة الأولى بعيدا عن مساحة الحدود اللي هي بحدود 4 أو 5 كيلومتر، يستهدف أهداف منطقات تحديدا، يصيب الأهداف المنطقات أي إصابات لحزب الله. بالنسبة لحزب الله يحرص أيضا حسب بياناته وحسب عملياته أنه يستهدف المراكز العسكرية الإسرائيلية، دليل على ذلك أنه بالمجمل نتحدث لا يسقط من غير العسكريين الإسرائيليين أهداف أخرى بشرية في هذا الإطار. يعني هناك حرص على ما يبدو حتى الآن، وأتوقع أن يستمر عند الإسرائيليين لمصلحتهم، عند لبنان لمصلحته أيضا، بألا تخرج هذه الاستهدافات عن الأطر الموجودة ميدانيا أي 5 كيلومتر على الحدود والأهداف المنطقات خارج هذه المساحة الجغرافية الحدودية. نعم قد نشهد اشتدادا جديدا وساخنا أكثر في الأيام المقبلة، ولكن هذا الاشتداد ضمن هذه المساحة اللي تحدثنا عنها وضمن هذه المعادلة الميدانية والأهداف المنطقات. إلى أين؟ حتى تنتهي حرب غزة، وطالما حرب غزة لا تنتهي أعتقد أن الجبهة اللبنانية اليوم باتت أكثر تأثيرا على مسار الحرب، لأنها إذا اتبعنا اليوم الصحافة الإسرائيلية أو التعليقات أو حتى المواقف للمسؤولين الإسرائيليين، يبدو أن جبهة لبنان باتت توجع الإسرائيلي في هذه الأسابيع أكثر مما كانت خلال الأشهر الماضية. هذا ربما يسرع في الضغط أو يزيد من الضغط لتسريع المفاوضات المرتقبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر الأمريكيين أو عبر الدول العربية المعروفة، وبالتالي تؤثر على جبهة لبنان. ونحن حتى هذه اللحظة نشدد على أن كل المعطيات، كل ما نملك من معلومات يؤكد، وسبق وكررنا هذا الكلام، ألا ذهاب لحرب مفتوحة، لأن هناك لا يوجد مصلحة للطرفين. إذا كان ليس لكل طرف مصلحة في الذهاب إلى حرب مفتوحة أو توسيع
نطاق الاشتباكات أستاذ أمير، فأعتقد أن إسرائيل ستكتفي أو ترى أنها تحقق أهدافها باغتيال كوادر حزب الله؟ حاليا هي ترى أن هذه أهداف موجعة جدا ونوعية جدا، وتتلقى ضربات موجعة جدا ونوعية جدا. يعني تعتبر أن حزب الله يستهدف المرافق العسكرية أو البنية العسكرية الاستراتيجية والاستخباراتية في الشمال، ولديه قدرات، يعني حرب القدرات أثبتت نفسها، أنه في هناك قدرات، في معرفة، في ترصد، في الإصابة. لذلك تغيرت يعني قواعد اللعبة، لم تتغير المعادلة كإطار، لكن تغيرت معالم أدوات اللعبة. في نفس الوقت إسرائيل حريصة جدا أنه ما تنفلت الأمور، لأن سوف هذه قد لا، يعني أغلب التقديرات أنها لن تتوقف عند حرب على الحدود، بل قد تتحول إلى حرب إقليمية. بالنسبة للولايات المتحدة هذه عمليا قد تؤدي أن تخسر أوكرانيا، وهي هدف أولوي في الولايات المتحدة، وأن تخسر المنطقة، يعني أرصدة استراتيجية في المنطقة العربية وبذات علاقة مع الدول الخليجية. لذلك الموضوع معقد جدا إسرائيليا. التقديرات أنه إسرائيل غير قادر لحد الآن تعطي، لا يوجد لديها ردود، وهذا الوضع سوف يكون مستدام ما دام موضوع غزة مفتوحا. وأيضا أنه في نهاية المطاف حتى لو صارت حرب سوف تعود إلى المفاوضات وتحل في طريق المفاوضات. لذلك أيضا في هناك نوع من الإرهاق في داخل الجيش، وعائلات أو أهالي الجنود يتوجهون بعرائض إلى قيادة الدولة لأن هذه حرب ممكن الاستغناء عنها لو تمت الصفقة في غزة. لذلك قد تدفع هذه التوتر إلى تسريع الصفقة في غزة على فكرة. لكن الوضع في إسرائيل مأزوم جدا، ويرون، وإذا كان هناك شعور أن هذه حرب غير ضرورية، أعتقد سوف نشهد بما فيه رفض الخدمة العسكرية في أوساط من الجنود. أستاذ عباس، طالما أن هذه المواجهة وإن اشتدت ويتوقع لها أن تشتد كما ذكرت خلال الأيام القادمة، لا تزال حتى الآن مضبوطة كما ذكرت، برأيك ما هو الخط الحاسم الذي يفصل بين بقاء المواجهة دون تجاوز الخطوط الحمر والذهاب إلى مواجهة واسعة النطاق؟ السؤال الذي سألته، ما هي المصلحة لكلا الطرفين اليوم بتوسيع هذه الحرب أو الذهاب إلى حرب مفتوحة، إن كان لبنان أو الإسرائيليين؟ أولاً، بعد 9 أشهر من الحرب على غزة، كل المعطيات تقول أن الإسرائيليين، الحكومة الإسرائيلية اليوم ترفض وقف إطلاق النار لئلا تخرج حماس وتقول نحن انتصرنا. فكيف بالحال مع لبنان؟ شهر، 2، 3، 4، سنة، 2، أكثر، سيقول لبنان أو حزب الله أنه انتصر. إسرائيل لا تتحمل ذلك، وبالتالي هنا لا جدوى بالنسبة للإسرائيليين تحديدا الحكومة القائمين اليوم على الموضوع السياسي بالذهاب إلى حرب. ثانيا، إسرائيليا معايير اليوم التي شنت على أساسها الحرب على غزة تختلف عن المعايير الميدانية والعسكرية والبشرية والديمغرافية والجغرافية بموضوع الجبهة اللبنانية، لعدة اعتبارات باتت مفهومة اليوم للجميع. وبالتالي ما يرسله حزب الله الآن تحديدا من هذه الرسائل، المسيرات، الصواريخ، الاستهدافات، الإصابة، النار، الجليل تحديدا وما يعنيه هذه المنطقة زراعيا وصناعيا وديموغرافيا بالنسبة للإسرائيليين، كل هذه المؤشرات اليوم تمنع الإسرائيلي أن يفكر بالذهاب إلى حرب مفتوحة وشاملة، عدا عن الضغط الأمريكي الموجود أساسا كخط أحمر أمام الإسرائيليين، والضغط الإقليمي الموجود أو التمني الإيراني إذا شئت اليوم أمام حزب الله بألا يوسع أو يدخل، وهو لا يرغب، لأن لبنان اليوم لا يتحمل توسيع هذه الحرب لتصبح شاملة. فبالتالي هنا المصلحة بألا تتوسع، ولكن هذا لا يعني ألا يكون هناك اشتداد وأن تزداد السخونة، وأكرر أنها ضمن الأهداف المنطقات أو المساحة الجغرافية المعروفة. وعلى هذا الأساس سنبقى ندور في هذه الحلقة في هذه الضغوط لا تتوسع. بيروت آمنة، معظم المناطق اللبنانية آمنة، تعيش حياة كاملة، ونحن على عشية عيد الأضحى
المبارك. قبل أن أصل إلى هنا كنت في مطار بيروت، وبالتالي زحمة وصول للبنانيين وعرب ومغتربين اللبنانيين تفوق اليوم المعدلات التي كانت موجودة، وبالتالي التعاطي اليوم اللبناني كل مظاهر الحياة موجودة فيه، رغم أن على الحدود الجنوبية هناك أشبه بالحرب والمواجهات، وبالتالي هذا المشهد أيضا لا مصلحة للبنان الدخول أكثر بإطار الحرب إلا إسناد غزة كما يجري الآن وضمن الرسائل التي يرسلها حزب الله. وبالتالي هنا نقول ألا حرب مفتوحة، الاشتداد قائم، السخونة قائمة، خسائر ستتكرر، مختلف الوسائل، تكتيكات جديدة بالأسلحة، ربما اشتداد أكثر كلما زادت المفاوضات للوصول إلى نقطة يستطيع فيها الإسرائيلي أن يقبل وحتى حماس بالمفاوضات حول موضوع غزة وتنسحب بالتالي على لبنان، وهذا ما يقوله الأمريكيون، هذه هي المعادلة. نعم أستاذ أمير، طيب لليمين الإسرائيلي المتطرف، ونحن نتابع هذه التصريحات التي تأتي من هناك، هل هو أيضا ليس له مصلحة بتوسيع الحرب؟ نسمع أصوات كسموتش وبنكفير يريد أن يذهب الجيش إلى لبنان وينتهي من موضوع ما يسميه التهديد المتكرر من قبل حزب الله. يعني الاثنين هما يعني لا وزن عسكري ولا استراتيجي لأي منهما، يعني كلاهما حتى لم يخدم بالجيش بالمفاهيم الإسرائيلية، هي قضية كبيرة، لكن بالمفهوم الأساسي هو أن لكل منهما أجندة مختلفة تماما. سموتريتش ما يهمه ليس غزة ولا لبنان في نهاية المطاف، يهمه السيطرة على الضفة الغربية والتهجير وخلق وضع غير قابل للحياة بالنسبة للفلسطينيين، ويدفع نحو تهجير الفلسطينيين والضم وكل مفهوم الوطن البديل، كل هذا موجود في أجندة سموتريتش. يعني بالنسبة لبن كبير أهم شيء عنده هو الحفاظ على قوته، على انه يقوم بدوره تجاه الاسرى الفلسطينيين في تعذيب الاسرى الفلسطينيين نعم في السجون الاسرائيليه، وتجاه الفلسطينيين 48 وفي القدس والاقصى. هذه اجندتي وهذه حدود اهتمامي الاساسي. لكن هناك طبعا في حركه الاستيطان الاسرائيليه، هناك يوم السبت سيكون مظاهرة كبرى كما يبدو في القدس تدعو الى استيطان غزه، وتدعو إلى تقسيم غزة إلى قسمين، غزة الشمالية شمال وادي غزة يعني شمال ما يسمى ممر نتسريم يكون إسرائيلي، وجنوبها مع كل السكان الفلسطينيين يكون غزة الفلسطينية، ويتم تهجير من الشمال إضافي إذا تمكنوا ذلك. لذلك هم يدفعون إلى التصعيد، لكن طبيعة الحال، لكن في نهاية المطاف لا بن كبير ولا سموتريتش مستعد انه يترك هذه الحكومه لانها ملاذه الاخير، ولانه يتمتع بكل الصلاحيات كلهم في وزارته من اجل تنفيذ وتطبيق سياسته وحسب اولوياته. لذلك اعتقد انه نتنياهو اذا كان يتخوف لا يتخوف منهما، هما بالنهايه المطاف يلعبان في ساحه نتنياهو، وليس اي منهما معارضه لنتنياهو. وفي نهايه المطاف نتنياهو قد يخاف او يقلق من الكتلة المصوتين من اليمين التي قد تذهب إلى غيره من المعارضة مثل ليبرمان في الساعات، لكن في نهاية المطاف أعتقد الحكومة اليوم حكومة أقصى اليمين بعد انسحاب غانس وأيزنكوت باتت أضعف استراتيجيا بكثير، وبات نتنياهو في وضع حرجا بدون أي شبكة أمان كان يوفرها له غانس أمام الإدارة الأمريكية بصفته يعني الأمريكي أو الممثل المصالح الأمريكية في كابينات الحرب. وقد يكون هناك ضغط من حزب بنشاس اللي يضغط باتجاه السلطة. لذلك هذه الحكومة اليوم باتت أضعف وقد تكون أكثر قابلة للابتزاز باتجاه الخوض اتجاه الذهاب إلى صفقة أو اتجاه وقف الحرب حتى دون الإعلان عن ذلك. أنا أشكرك من حيفا الباحث في الشأن الإسرائيلي أمير مخول، وأشكر كذلك ضيفي من بيروت مدير مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات عباس ضاهر، شكرا جزيلا لكما. وفق صحيفة هآرس مصدر إسرائيلي يؤكد استمرار المفاوضات رغم تعثرها بعد تعديلات حماس على مقترح بايدن. الملف بعد الفاصل.